النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحد الرابع من آبل العام 2024، نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة، أهلا بكم. طقس معتدل لطيف مع حركة رياح نشطة بفعل كتلة هوائية معتدلة تسيطر على أجزاء واسعة من البحر الأسود وتركيا والجزر اليونانية. من المتوقع أن تستمر هذه الكتلة بالتأثير على المنطقة خلال الساعات 72 القادمة لتنتهي مع ساعات نهار الأربعاء، حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع من جديد. بناء على هذا تحليل توزع الضغوط الجوية في طبقات الجو كافة، نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الأحد صيفيا مشمسا حارا نسبيا إلى معتدل على فترات. تنتشر السحب المتفرقة على المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، تسجل درجات الحرارة 35 درجة مئوية نهارا، تنخفض ليلا إلى 23 درجة مئوية، وتكون الرياح غربية قوية عند 33 كيلومترا في الساعة. بالنسبة لأجواء الاثنين ستكون أيضا صيفية مشمسة حارة نسبيا، تسجل درجات الحرارة 36 درجة مئوية نهارا، تنخفض ليلا إلى 23 درجة مئوية، كما تبقى الرياح غربية قوية عند 33 كيلومترا في الساعة. أجواء الثلاثاء ستكون بإذن الله تعالى صيفية مشمسة حارة بوضوح، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتلامس 37 درجة مئوية نهارا، تنخفض ليلا إلى 24 درجة مئوية، وتكون الرياح غربية نشطة عند 30 كيلومترا في الساعة. في التوقعات متوسطة وبعيد مدى نتوقع بإذن الله تعالى أن توالي درجات الحرارة ارتفاع اعتبارا من ساعات نهار الأربعاء لتكون أعلى معدلات مثل هذه الفترة من السنة بأربع إلى خمس درجات مئوية، وليكون طقس الخميس حارا بوضوح مع درجات حرارة تلامس الأربعين درجة مئوية. هذا كان كل ما يتعلق بتطورات الحالة الجوية لقادم الأيام. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.